كابتن شريف ألف مبروك. مبروك مبروك النتيجة النهاردة وترك البصمة الجيدة في نهاية الدوري. لعيبة عملت حيوية ونشاط النهاردة استحقوا عليه الفوز. تحركات هي اللي طلبناها في أول المباراة، إن احنا ازاي نخش جوه 18، ازاي نتعامل، ازاي. فكان في على ما أعتقد يعني ده لعيبة، دي لعيبة عايزة تجري في الملعب، عايزة تروح للجول، عايزة تجيب الجوال. إنما مش أنا مش حاسس إن ده إيه؟ اختراقات تاكتكس، مش يعني دي لعيبة بتجري في الملعب عايزة تبقى ليها وجود، عايزة تثبت إن هي عندها حيوية ونشاط وكده. هو ده كان عنوانهم من ماتش الاتحاد لما لعبوه في الأولاني وكده، برضه ثلاثة الروح والحيوية مع الاستناد على ربيعة ومنعم وأعتقد كريم فؤاد، مع دخول احمد عبد القادر في اخر الشوط الاولاني، فهمتني، مع الباص، مع فتح الثغرات، مع مساعده طبعا فرقه ايه الاهداف. ده الهدف الاول، فرقه سيراميكا كمان، احمد عبد القادر اللي احمد سيد غريب ده شفناه في الهاف تايم، الهدف ودي ركله الجزاء برضه تسبب في المنطقه دي عشان الناس تفهم الوضع ده بالشكل ده. اي لمسه في اي قانون بيدي ضربه جزاء على طول عشان ما يحصلش حوارات بس زي اللي حصلت في الملعب داخل الملعب يعني. ميكسيوني الجول الثالث، واختراق برضو نفس الاختراق اللي بقولك عليه، وانه عدى الجول وعنده الرؤية وعنده السرعة وبعت الكرة بشماله كويسة، بس خد قرار كويس. فكرني زمان بعلاء ميهوب ماتش المصري، لا علاء ميهوب ما جاش يعني، هو بيلعب بشماله، هو علاء ميهوب عنده السنس والبرود وهو داخل على الجول عنده، لا عنده شخصية اللاعب اللي يقدر في وقت زي ده كده يعمل مراوغه. كفايه كابتن، خش على الرابع. كفايه قول الرابع يا كابتن، انا عايزه اعيط. لا الجول الرابع ده هايل، تحرك هايل. الجول الرابع ده بولاده بقى، هو ده الايجابيات اللي بتحصل، وبنتكلم على اللعيب ده كذا مره. ففي ولاده لشكل فردي، اداء متميز، خدت بالك. عايز طبعا لعيبه دي معينه تخش تتفرم بقى جوه الشكل الجديد والوضع الجديد. ممكن يكون زي ما انا قلت لك، انا طلعت وعلاء وما اعرفش في وسط لعيبه جامده جدا، لما يبقى عندي موهبه او اي حاجه اقدر اترجمها من مجهود وخبره الاخرين، هو ده اللي هيبقى الايجابيات اللي احنا كنا بندور عليها في خلال السبع ثمان ماتشات اللي احنا لعبناهم الفتره اللي فاتت دي. صحيح. فاداء لكل لاعب فيهم النهارده الحقيقه في ايجابيات. خلاص اللعيبه دي يعني بقت متمرنه دلوقتي، انما هتستعين باي حد فيها مع الفرقه الكبيره اعتقد مش هيبقى في غربه، مفيش رهبه، مفيش اي حاجه، رغم الضغوطات اللي النادي الاهلي عليه اليومين دول. أيوة. يعني النادي الاهلي في ضغوطات فظيعه جدا، مطلوب منه نتيجه وهو بيلعب الناشئين، مطلوب منه بالزبط. الاعلان عن الصفقات وهو لسه الدنيا ما خلصتش، الاعلان عن مدرب ده هيقعد ولا هيمشي ولا مين مدرب يجي، الناس في سرعه دايما مع النادي الاهلي عايز تطمن عليه.